ليلى ما بتروح من هون. لا تنسوا انه عصمة وزلمة انحبسوا بسببها، واكيد رح يأذوها. وسميح ومصطفى لسه ما نقبض عليهم، بيكونوا ناطرين فرصة لينتقموا. عشتك لعب شبكهم، سوء تفاهم وفردوا بقى. نعرف، آسفين، أكيد ما عندكم قرنة تناموا فيها. ما فهمت شو يعني؟ أنت شو رأيك؟ طول ما أنتوا معنا رح نساعدكم بكل شي بتحتاجوه، واللي بدكم يطلبوه. وأكيد عم يدبروا لي هلأ شي مصيبة. يعني ما لازم تروح. وأنا هيك رأيي كمان، وانت كمان لازم تدير بالك على حالك. وانت انتبه وانت عم تحكي عن ليلى، يعني ما تحكي طالع نازل مشان ما تخلي امك تكرهها اكثر. ايه ماشي خلاص. طيب خلونا هلا نفكر شو بدنا نساوي. مصطفى ما مسكوه، هذا بيكون هرب من زمان. اذا قبضوا عليه رح ارتاح كثير. وانا كمان. اوف اوف اوف، ريحتها طيبة. شو هالأكلة؟ معكرونة. ايه بيطلع لك. معناتها أنت لهلأ ما أنك مصدق إني بعرف أكلات تانية. رح طعميك إياهم بالزور. كل شي من إيدك طيب. طلع لبرا هلأ بتصير ريحتك أكل. بدي أتفرج عليك وأنت عم تعملي أكل. ليش واقفة هون لحالك؟ طلعي عادي معنا برا. مرتاحة هيك؟ والله بلا ما تتضايق أمك، ما بدي تكرهني أكتر. طيب أنا بحلها. يوسف، يوسف، أمي إذا متضايق من شي قليلي. قليلي متضايق من شي؟ ايه انت مضايقني. ماما انا ما قصد ضايقك، بس ليلى لازم تبقى هون. وشو قصة الخطبة ما خطبة؟ انت عم تحكي هيك لتزعجني ما هيك؟ يعني اذا لزم الامر بخطبها وبتجوزها. امي انا حاسس حالي مسؤول على هالبنت. شو عم تحكي يا يوسف؟ شو عم تحكي؟ شو اصلا؟ شو فصلة؟ انت بتعرف شي عن عيلتها؟ دخيلك، ليش مين بيعرف شي عن عيلتنا؟ كأنه سلالة ملوك وما حدا بيعجبنا. هالقصة لازم تخلص، ماشي؟ انتهينا. إذا اللي عندك شوية خاطر لا تقسي على البنت، مشاني أمي رجاءً. ميرنا؟ خلينا نجهز الطاولة. إيه منجهزها، ليك الغطب هداك الدرج. أنتوا عدوا، أنا بجهزها. خلص مشي الحال. أنا رايح جيب خبز.